السلام عليكم أحبتي في الله، مرحبا بكم. حلقة اليوم سوف تكون بخصوص تغيير قالب نيهوست الخاص بـ WHMCS بعمل استضافة. سوف تجدون رابط هذا الموقع أسفل الفيديو في صندوق الوصف. سوف تجدون كذلك الديمو هنا للمعاينة، وتنزل إلى أسفل تقوم بتحميل القالب من هذا المكان مباشرة. حسنا، هذا هو المتجر الخاص بالقالب، ثمنه 19 دولار من هذا المكان. تستطيع مشاهدة المعاينة لهذا القالب الجميل جدا والمميز والسريع والمتجاود مع جميع الأجهزة. حسنا، هنا الإصدار الخاص بالـ HTML، هنا الإصدار الخاص بـ WHMCS. نحن نبحث على هذه الإصدارات. كذلك يدعم اللغة العربية اتجاه من اليمين إلى اليسار. يوجد القالب الأول والقالب الثاني، سوف ندخل على هذا ونرى شكل القالب. كما تلاحظون الشكل جميل جدا للواجهة، حتى الكتابة كل شيء واضح. ندخل إلى القالب الثاني الخاص باللغة العربية، هذا هو، ندخل إليه. إذا أردت أن يكون موقعك باللغة العربية، هذا هو كما تلاحظون هنا الخطط. تستطيع إضافة هنا فيديو كما تلاحظون. شكل جميل جدا يعني صراحة، قابل للتعديل من داخل الملفات. تستطيع كذلك حذف هذه آخر الأخبار، وهذا كما تلاحظون الفوتر والقائمة البريدية ومعلومات التواصل الاجتماعي. هنا فوق المتجر مثلا، وكذلك هنا معلومات الاتصال، اللغة، تستطيع تغيير اللغة من هذا المكان، تسجيل الدخول والاشتراك، وهنا العربة الخاصة بالتسوق. كذلك هنا تستطيع مباشرة تسجيل الدخول. حسنا، نتطرق إلى طريقة تنصيب هذا القالب، وهو أمر سهل جدا وبسيط جدا. كما تلاحظون الخطط بشكل جميل، سعر شهري وسعر سنوي تتغير من هذا المكان. وهناك عدة صفحات لهذا القالب. بعد تحميل القالب سوف تجده على شكل ملف مضغوط. تدخل إليه، تقوم بفك الضغط، تدخل إليه، تجد ثلاث ملفات. الملف الأول خاص بالوثائق طريقة تنصيب القالب، الملف الثاني خاص ب HTML، وما يهمنا هو الملف الثالث الخاص ب WHMCS إدارة العملاء. تجد جميع هذه الملفات. كل إصدار ولديه قوالب الخاصة به، يعني أنت الإصدار الذي تستعمله. هناك إصدارات متعددة للـ WHMCS، كل إصدار ولديه القوالب الخاصة به. يعني على سبيل المثال، إذا كنت تستعمل إصدار 8.1، تدخل على هذا الملف وتجد ملفات القالب. تختار إذا أردت اختيار اللغة العربية، تختار Template Nihost RTL. إذا أردت اختيار اللغة الإنجليزية عادي، تختار أول Template Nihost، وهنا Nihost Standard لا يوجد به خطط في الواجهة، وكذلك Template Nihost RTL لا يوجد به، هذا Standard لا يوجد به يعني خطط في الواجهة. إذا أردت تنصيب، قم بتنصيب إما الأول إنجليزي عادي أو الثاني، وسوف نقوم بتنصيب كذلك Order Form. حسنا، أنا قمت سبق وقمت بعمل ضغط لهذا الملف، هذا هو مضغوط. الآن نتوجه إلى الاستضافة مباشرة. ندخل على الفيل مانجر مدير الملفات، ندخل على الروت بيبليك HTML، بعد ذلك ندخل على تومبليت القوالب في هذا المكان الذي نقوم برفع القالب الخاص بنا. نضغط على أبلود ونقوم بسحب الملف المضغوط في هذا المكان.
الآن يتم تحميل القالب، بعد ذلك نقوم برفع الصفحات. أين هم الصفحات؟ هذا هما سي باج بي اش بي، هذو هما الصفحات كلهم. نقوم بعمل لهم هكذا الضغط بالزيب على عليك التأشير على هذه الخانة الزيب، بعد ذلك نضغط على اوكي. هذو هما الصفحات سوف نقوم برفعهم في ملف في جذر الموقع في الروت، وبعد ذلك نقوم بتغيير الاوردر فورم. حسنا، تم تحميل القالب، نقوم بفك الضغط عليه extract. هذا نقوم بحذف هذا، لا نحتاجه الآن. الآن ندخل إلى لوحة الأدمين. الآن ندخل إلى إدارة العملاء، بعد ذلك ندخل إلى General Setting. هنا من General Setting تجد القوالب، هنا تختار هذا هو القالب الذي قمنا بتحميله الآن، وبعد ذلك نقوم بحفظ التغييرات. حسنا، نقوم بعمل ريفرش للموقع الخاص بالاستضافة. كما تلاحظون القالب يعمل بشكل جيد جدا. الرئيسية، المتجر، شارد هوستينج وسيرفر هوستينج، كما تلاحظون هذا هو المتجر. سوف نرى Resider Hosting، كذلك Shard Hosting. هذا هو الاستضافات. نعود إلى الرئيسية، هذا هو القالب كما تلاحظون بشكل جذاب. ننزل إلى الفوتر. حسنا، تستطيع إضافة هنا يعني بعض الروابط المؤدية إلى الصفحات، اتصل بنا. والمدونة، صفحة الخطأ، لحظة سوف ندخل إلى الملف About Us، ويوجد صفحة Cloud Hosting والDDoS وصفحة الويب هوستينج والووردبريس هوستينج، هذه كلها صفحات جاهزة للعمل، تقوم برفعها وبعد ذلك تشغيلها على القالب ووضع روابطها الخاصة في الفوتر. سوف الآن نحاول رفع تلك الصفحات. نعود إلى Public HTML Upload، نقوم برفع تلك الصفحات. نعملها extract، فك الضغط. حسنا، الآن الصفحات كلها جاهزة للعمل. لو نختار على سبيل المثال أي صفحة للتجربة، cloud hosting، renommee، copy. ندخل على الموقع، الموقع هنا هو اسم الصفحة، بعد ذلك PHP، ونرى كما تلاحظون هذه هي Cloud Hosting، هذه الصفحات جاهزة قابلة للتعديل. تدخل على الملف وتقوم بتعديل هذه الأسعار وما شابه ذلك، وتضع رابط الشراء الذي تحصل عليه من لوحة الأدمين. تدخل على المنتجات، هنا على المنتجات، بعد ذلك تختار المنتج أو تقوم بإضافة جروب، بعد ذلك تضغط على هذا المكان Edit لتحصل على رابط الشراء. تدخل على Links الأخيرة، هذا هو الأول، هذا هو رابط الشراء، تقوم بوضعه في هذا المكان في داخل الملفات. على سبيل المثال هذا الصفحة اسمها Cloud Hosting، نبحث على Cloud Hosting، أين هو؟ هذه هي، ندخل عليها Edit، ليست Cloud Hosting PHP، عفوا، ندخل إلى Template، أنت عليك التغيير في TPL.
هذا هو القالب الخاص بنا، نبحث عليها في تي بي ال. التغيير يكون في ملفات التي بي ال رودو ستينج. هذه هي في هذا المكان edit. هنا تستطيع تغيير ما يمكن تغييره كما تلاحظون بيرشاس هنا علامة دياز، هذا هو تضع الرابط في هذا المكان وتضع حفظ التغييرات. لو تدخل إلى الصفحة نقوم بعمل تحديث، سوف نضغط على بيرشاس يتوجه مباشرة بنا. غيرنا هذه، نعم يتوجه مباشرة بنا إلى عربة التسوق اللي نقوم بإضافة دومين، شراء دومين أو تحويل دومين أو يعني دومين سبق واشتريناه من استضافة أخرى، تقوم بتعيينه ومتابعة التسوق. إلى هذه اللحظة يعني كل شيء واضح بالنسبة لرفع القالب، بالنسبة كذلك للصفحات. الآن نذهب إلى الأوردر فورم. ما هو الأوردر فورم؟ هذا هو الأوردر فورم. ندخل إلى مرة أخرى سيستم سيتينج جنرال سيتينج الأوردر، هذا هو الأوردر فورم كما تلاحظون. هذه هي الأوردر فورم يعني التي تأتي مع القالب. أقوم بتحميل الأوردر فورم، ندخل على أرجع خطوة إلى الوراء. هذا هو الأوردر فورم هنا، حسنا أبلود، ندخل إلى ملفات القالب، هذا هو الأوردر فورم، نقوم بعمل له ضغط على هذا الشكل، أوكي، حسنا، نقوم برفعه إلى الاستضافة. نقوم بتحديث لوحة الأدمين الأوردر فورم، هذا هو أين هو، هذا هو الأوردر فورم الخاص الذي يأتي مع القالب. سيف تشارج حفظ التغييرات. حسنا نذهب إلى المنتجات، أين هي المنتجات، لنقوم كذلك من خلال الجروب تغيير الأوردر. هي الجروب الأول خاص باستضافة مشتركة شارد هوستينج. حسنا ونستعمل كوهوست، أين هو، هذا هو سيف تشينج. الآن ندخل إلى المتجر إلى شارد هوستينج. كما تلاحظون الشكل يعني صراحة أعجبني، ثلاث خطط استضافة هذه هي. تستطيع ثلاثة لتكون يعني الشكل جذاب، عندما تضع أربعة كما تلاحظ الرابعة تأتي في السطر لوحدها، يعني ثلاث خطط لتعطي جاذبية للموقع. تستطيع إضافة هنا بانر إعلاني في الأعلى وكذلك بانر إعلاني في الأسفل، أو إضافة بعض يعني كلام أو يعني خاص متعلق بالاستضافة ومتعلق بالدومينات وما شابه ذلك. كما تلاحظون يعني قالب جميل جدا للأشخاص الذين هم في بداية الطريق وليس لديه الميزانية لشراء قالب ب100 دولار أو 200 دولار ويريد البدء بأمور مجانية. هذا قالب مجاني لكن يفي بالغرض، ويعني هناك عديد من المواقع الاستضافة لديهم شكل يعني لا يليق أبدا. إذا كما تلاحظ هذا خاص ب يعني موجه إذا كنت تستعمل اللغة العربية، يعني أنت الموقع الخاص بك موجه بدرجة كبيرة للدول العربية. تستطيع كذلك إضافة الشات للتواصل مع العملاء مباشرة وهذا أمر جيد. دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام.